صباح الخير والسرور لكل الناس اللي بدأت تحضرنا. صباح الخير لرواد العمل الطوعي، للعاملين بصمت، أنا ما بحب التعبير لأنه بودينا لجهة الحرب، لكن للجنود المجهولين، للناس اللي ما جايبين خبرهم، للناس المكفولين وراء شوف تاني، ليهم كلهم صباح الخير. صباح الخير عليكم وين ما كنتوا. ملفنا الأول زي ما عرف فيه الزميل مجاهد قبل ما نطلع على الفاصل، بيتكلم عن جمعية محبة وتواصل الخيرية، شنو أهدافها، شنو مجالاتها، وضيفي فيها الأستاذ آدم سليمان آدم رئيس الجمعية. صباحك خير. مرحبا بك. صباح الخير، صباح الجمال، صباح الطاقة الإيجابية. سعيد جدا باستضافتي اليوم في قناة سوداني 24، وإن شاء الله نكون عند حسن المشاهد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بداية ورينا متين نشأت الجمعية ومتين أسستوها. أوكي، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية محبة وتواصل الخيرية هي من الجمعيات الشبابية التي تكونت من عبر جروف في موقع التواصل الاجتماعي، الكلام ده في سنة 2014. نحن كنا عبارة عن جروب، الجروب كان في بدايته كده ما عنده أهداف أصلاً، يعني بس ناس بتنزل بوستات وبتتونس وبتتناقش فيما بينهم. بعد ذلك عملنا شنو؟ جلسات بعد التعارف للأعضاء دي في الواقع، الناس بقت تتلاقي في المنتزهات، في المولات، في الأماكن المفتوحة. اتكون حاجة اسمه يعني جمعية كده للأعضاء، الناس بقت تساعد بقى نفسها فيما بينها، لما يكون في زول محتاج لحاجة الناس بتقف معه. بعد الكلام ده ما استمر بالشكل ده، جات فكرة إنه الناس تحاول تطلع للمجتمع، الدعم ما يكون داخل الجروب فقط، الأعضاء من الجروب لا، المجتمع برضه محتاج للشباب ده. فجات الفكرة بتاع جمعية محبة وتواصل، وبعد ذاك الناس وضعت بعض الأهداف، حاولنا نشوف المجتمع محتاج لشنو، المجتمع مشاكله شنو، خطينا بعض الأهداف أو المشروعات لأنه نحن مفروض نقوم نشتغل فيها. بعد ذلك بدينا في الإجراءات بتاعت التسجيل في مفوضيات العمل الطوعي الإنساني، والحمد لله 2015 الجمعية سجلت في مفوضيات العمل الطوعي الإنساني ولاية الخرطوم، وبدينا ننفذ في المشروعات والأهداف اللي نحن خطيناها في الاعتبار. شنو الأهداف اللي خطيتوها في الاعتبار؟ طيب، نحن شوية كده ممكن تقولي اتوسعنا شديد في مشروعات او في اهدافنا، حاولنا انه في اي حته بتاعت حوجه تكون محبه وتواصل موجوده. طيب، اهدافنا 12 هدف او 12 مشروع يتم تنفيذه خلال العام، بمعدل انه في كل شهر نحن بننفذ مشروع. اول مشروع بنقوم به هو زياره دار المايقومه، بنمشي الدار بنقدم له احتياجاته، بنعمل لهم برامج ترفيهيه، بنقدم بعض الالعاب للاطفال، ده واحد. اثنين، بنشتغل في دار المايقومه ودار العجزه برضو، بنمشي دار العجزه بنقدم بعض الاحتياجات المحتاجين لها، الدار من مواد تموينيه، ليه هدايا، بنخلق برنامج ترفيهي، وده اهم حاجه في الدار انه الجانب الترفيهي بيكون شنو؟ ما غير موجود. بنشتغل بعد ذاك في استراحات سرطان الاطفال، في استراحات كثيره في وادي الخرطوم، مفهوم الاستراحه هي لو مكان يستقبل فيه الناس الجايين من الولايات عشان يتعالجوا وما عندهم اهل هنا في الخرطوم، فبيتم استقبالهم في الاستراحه الى حين اخذ العلاج، وبعد ذاك الرجوع للمنطقه الجامعه. برضه بنشتغل في مشروعي اعمار المساجد والخلاوي، بنمشي نتالف المساجد والخلاوي الطرفيه، بنوزع لها المصاحف والاباريق والفرشات، بنشتغل مشاريع موسميه، ليه في رمضان عندنا الحقيبه، عندنا مشروعات افطار عبر طريق، وافطار المرضى والمرافقين في المستشفيات، وافطار طلاب الخلاوي، دي كلها ثلاث افطارات بيتم تنفيذها شنو؟ في رمضان. بعد ذلك بنشتغل الاضاحي في عيد الضحيه، توزيع لحوم للاسر الفقيره واسر الايتام اللي ما بتقدر شنو تضحي. برضو عندنا شغل بتاع كسوة الشتاء، في الشتاء نحن بنشتغل في ثلاثه اتجاهات. الاتجاه الاول بندعم الاسر الفقيره، اسر الايتام، الاسر المتعففه في الاماكن الطرفيه في ولايه الخرطوم، بنوزع لها الملابس الشتويه. بنشتغل لاطفال الشوارع والمشردين، برضو بنوزع لهم شنو؟ الملبوسات الشتويه، بنوزع لهم الملايات والبطاطين المفروض تقطمها. برضو بنشتغل في جانب مهم جدا جدا اللي هو كسوه طلاب الخلايا، طلاب الخلايا برضو من الجهات الناس شويه كده ممكن تقول ظالمه متجهين فيهم، نحن بنمشي نوزع لهم في الخلايا كميه بتاعت ملابس، بطاطين، حاجات اللي هم بيكونوا محتاجين لها للشتاء. بالاضافه اللي عندنا مشروع اسمه فرح السجين، فرح السجين ده يعني مشروع صغير لكن هو الاهداف بتاعته كبيره جدا جدا. باختصار كده انه بندفع الغرامات الماليه للمعسرين في السجون. لما انا اجي عايز ادفع عليه غرامه لمعسر بيختار طبعا الجرائم تكون خفيفه، يعني في ناس اكثرهم يعني ممكن الخيصة لك في المطلقات، الأرامل، بيشيلوا قروض من البنوك على أساس إنه يعمل شنو؟ أيوة. مشاريع صغيرة، فالمشاريع دي بتفشل لأن دراسة الحال أصلاً بتكون تعبانة، فبيضطروا ناس البنوك إنه يبقون في السجن إلى حين السداد، الأطفال تلقيهم ما عندهم زول يستندوا عليه، والأسرة احتمال تتفكك، الحالات زي دي نحن طوالي بنقوم بنطلعها من السجن بندفع لها الغرامة بتاعتها، بنطلعها على أساس إنها شنو؟ الأسرة ما تتفكك. طيب، الدعم المالي بتجيبوه من وين؟ دي مشاريع كبيرة شديد. أوكي، طيب، نحن في جمعية محبة وتواصل لحد الآن يعني ما عندنا سند
فنحن ساندين نفسنا بنفسنا. طيب عندنا 4 أو 5 اتجاهات نحن بنجيب بها الدعم. اول حاجه نحن معتمدين على نفسنا اعتماد كلي. في اشتراكات شهريه لكل عضو في مبلغ معين بندفع يوم واحد في الشهر. ده واحد. اثنين نحن قايمين من التواصل الاجتماعي, من مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد في الفيسبوك. عندنا جروب كبير, الجروب ده فيه الناس اللي برا السودان, فيه الناس اللي في الولايات, فيه الناس اللي في اماكن بعيده ما بتقدر تجي تشتغل معنا في الخرطوم, لكن شنو بترسل رصيد, بترسل تبرعات من برا. ايوه ده برضو واحد من مصادر التمويل. اثنين عندنا صناديق بتاع التبرعات موجوده في الدكاكين, في السوبر ماركت, في المطاعم, صناديق صغيره كل شهر برضو بنمر عليه وبنلقى فيه بعض المساهمات بنجمعها. عندنا شراكات واتفاقيات مع منظمات كبيره اللي هي اكبر مننا, احتمال تكون متخصصه في جانب معين. احنا كل مشروع بيكون عندنا جهه مفروض شنو نتجه لها, مرات بنتجه لهم بخطابات رسميه بنلقى الدعم, لكن ما الدعم كلي, الدعم مرات بيكون يعني 20% 10%, مرات بيصل ل 50%. برضو عندنا حملات بتتعمل في الاسواق, بنمشي نطرح الفكره بتاعه المشروع القائم, بيطلعوا اتيام كبيره جدا جدا, شباب وشابات من الجمعيه لابسين لبسهم الرسمي وشايلين صناديق معينه, بيطرحوا فكره المشروع للتجار, التجار بيلقوا الحاجه دي انه انسانيه بيكون بيتجاوبوا معانا تجاوب كبير جدا جدا. فدي احنا الخمسه حاجات اللي احنا بنشتغل. ما خايفين من اذا احنا ماشيين في اتجاه مبدا الشفافيه وعايزين انه يطبق على مستوى كبير, مش من باب اولى الجمعيات الصغيره برضو تكون ماشيه في اتجاه الشفافيه, ما خايفين من انه الناس يقوم يقول لك القروش اللي انت جبتوها هل فعلا مشت لنفس الحاجه اللي انت جبتوها؟ اوكي. او القروش دخلت دي فعلا مشت لنفس الاتجاه؟ يلا الحاجه دي موجوده. يعني احنا في كل حمله بنطلع طبعا الحاجه دي بنلاقيها في الحملات اللي بتكون مباشره لشنو للمواطن او للتاجر. ايوه بتلقى اتهامات عادي, يعني الناس بتطلع الحمله بتقدر في عليها تقارير, يا اخي قالوا لنا احنا حراميه, قالوا لنا انتوا القروش دي بتودوها وين. فنحن في الحته دي طبعا الحمد لله اهم حاجه ان احنا في شغلنا في جمعيه محبه وتواصل التوثيق. انا بوثق عشان لما يجيني واحد زي ده اقدر شنو ترد عليه, ارد عليه, ما ارد عليه بالكلام لانه كلام الناس كلها بترد بك, لا ارد بالفعل. يعني احنا الاتيام اللي بتطلع دي كلهم شايلين تليفونات, شايلين مشاريع الجمعيه كلها كويس, يعني يزالوا اتهام زي الغين, بيطلعوا شنو الصور بتاعت المشروعات, يا جماعه احنا شغالين في كذا كذا, عندنا جروب في البيس في الحته الفلانيه انت ممكن تتابع كويس, او انت ممكن اذا خايف جيب الحاجه بتاعتك عينيه مثلا ما تديني قروش على المشروع, قلت لك ماشي دار المعجون, جيب لي لبن كويس, جيب لي بامبرز, جيب لي كذا. فنحن نستدر نرحب في الحتات زي دي لانه عارفين انه صح في منظمات وفي جمعيات بتلعب بشنا بقروش الناس, وفي جهات كثيره قللت الثقه في الشعب السوداني, قللت الثقه في الخيرين, قللت الثقه في حاجات كثيره. فنحن في الحتات دي عارفين نحن ذاتنا جزء من الشعب السوداني, مقدرين الحاجه دي وعاملين احتياطاتنا حتى للناس اللي بتتبرع. في ناس بتتبرع يعني واحد بتقول له يا اخ مثلا عندك واتساب انا بعد عايز انفذ المشروع عايز ارسل لك شنو الاوكي بتاع المشروع, بيقول لك لا انا الحاجه دي عاملها لربك, احنا بنقول له لا بس ده برضه احنا كده كشغل اداري احنا بنعمل شنو توثيق للشيء, بنرسل التوثيق بتاع المشروع صور انه الحاجه دي خلاص تمت وقروشك وصلت للحته شنو المفروض تصل لها. ابرز مشاريعكم شنو او انجازاتكم الجمعيه؟ طيب. نحن والله انجازاتنا كثيره. طيب لانه مشاريعنا هي 12 مشروع في السنه, في واقع انه في كل شهر بننفذ مشروع, الحمد لله الحمد لله دي السنه الرابعه كل المشاريع دي تنفذت, ما عندنا مشروع متنفذ. لكن في مشاريع بتكون لها صدى كبير جدا جدا, بيكون لها تاثير في المجتمع, يعني بالتحديد كده المشروع بتاع فرح السجين هو مشروع يعني انا لاحظت له انه لما بننفذه الحاله الانسانيه بتكون كبيره جدا جدا, يعني للسجين اللي طلع من السجين, للاسره بتاعته اللي كانت ما متوقعه انه الزول يطلع من السجين, لما احنا ندفع الغرام ونطلع بنشوف انه الفرحه كانت كبيره جدا جدا في الجانبين, في جانب الاسره وفي جانب الزول اطلع من السجين. برضو عندنا مشروع اسمه اعمار الخلاوي. بجد يا استاذه انا بتمنى من الشعب السوداني, من كل الخيرين, من كل المنظمات انه تحاول تتجه شويه تسلط الضوء على الخلاوي. الخلاوي دي الناس كثيره ظالمينها, فنحن بنمشي دراسات بتاعت حاله ميدانيه لبعض الخلاوي, بنلقى انه في حوجه كبيره جدا جدا, يعني الناس ديل اكلهم تعبان, الناس ديل لبسهم تعبان, الجانب الصحي بتلقى في كميه من الطلاب يعني في امراض جلديه متفشيه بيناتهم, صح ممكن يجي من زول واحد لكن لعدم الاهتمام لعدم العلاج بينتشر في كل شنو بكل الطلبه. في امراض ثانيه بيكون بكتيريا برضه شنو بيكون منتشره داخل الخلايا. فاحنا لما مشينا واشتغلنا مشروع اللي هو قبل شهرين اسمه اعمار الخلاوي, بالتحديد كنا بنركز على الحاجات الاساسيه, المصاحف, الاباريك, الفرشات, الاواني, المواد الغذائيه, لقينا انه في حاجات ثانيه المفروض الناس تتجه لها, مثلا الادويه,
مفروض تتعمل لهم حملات او ورش بتاعت شنو تثقيف الناس اللي عنده الثقافه بتاعتهم تعبانه شويه. لقينا في يعني الايواء ذاته فيه مشكله، يعني بتلقي في الغرفه واحده مثلا قاعدين 20 نفر قاعدين كيف في فرشات، ما في سراير ما في مراتب. فدي واحده من المشروعات الناس مفروض تكون تركز فيه شويه، بالاضافه لمشروع مهم جدا جدا اسمه افطار طالب او افطار تلميذ. صح عندنا بعض المنظمات من ضمنها مثلا منظمه مجددون متخصصه جدا جدا في مشروع افطار تلميذ، فنحن والله حلقتنا كبيره جدا جدا، عندنا كميه بتاع الطلبه لاحظنا لهم وشفناهم بعيوننا انهم بيجوا من المدرسه بيجوا من البيت للمدرسه بدون ما يكون شايل له فطور، بيكون بدون ما يكون شايل له اصلا رجروش عادي. يعني بتلقى في اسر واحد يقول له امشي وتعال افطر في البيت، او احتمال في البيت ذاته ما فاكر بيمشي بيتهد كده مع اصحابه بيفطر. فمشروع افطار طالب من المشاريع المؤثره جدا جدا في المجتمع، لانه في طلاب شطار اذكياء جدا جدا لكن ما بيقدروا بواسطه تعليمهم للظروف اللي بتكون مع الربع شنو الاسره بتاعتهم. فبنتمنى واصلا الطالب لو ما فطر ما بيقدر يقرا ما بيقدر بيعمل له مشاكل بتاعت نقص اكسجين واستيعاب ونعاس وقصص كثيره. التشتيت الكثير ده في في الاعمال وفي البرامج اضافه لانه ما بيكون في تنسيق، يعني ما بيكون في تنسيق. انت حتى ذكرت منظمه مجددون وسلامنا ومحبتنا بدون فرز لكل المنظمات الشغاله في العمل التطوعي. في جمعيات كثيره بتكون متخصصه او متخصصه حاجه محدده، في ناس متخصصين في مكافحه سرطانات الاطفال، في ناس متخصصين في مثلا استراحات الاسر، يعني في تخصص للحاجه، لانه التشتيت ده ممكن برضه يخليك انت كصاحب منظمه او كشباب ما بتأدوا كل العمل 100%، ممكن تكونوا بتدوا 1% للمايقوم، 1% لدار المسنين، 1% الى اخره. ما خايفين من انه مثلا التوسع في الحاجات دي، واضافه لانه ما بكون في تنسيق بينكم وبين المنظمات الثانيه، برضه يجيب لكم اشكالات بتاعت اتهامات؟ طيب نتكلم بصوره علميه. نحن اخذنا دورات في اداره المنظمات، دورات في العمل الطوعي، دورات في التخطيط الاستراتيجي. اتضح لنا عمليا انه نحن مفروض نكون متخصصين. لو ما في جانب واحد قليل لقل ثلاث اربع جوانب. انت منظم عايز تضع اثر المجتمع لابد تكون متجه في اتجاه واحد، مركز تركيزك كله في اتجاه واحد. طيب نحن ليه في جمعيه محبه وتواصل توسعنا؟ طيب نحن التوسع ده لهدفين. الهدف الاول انه عايزين في اي حته بتاعت حوجه نضع بصمتنا. البصمه دي ما ضروري تكون 100%، 1%، 2%، 5%، المهم عايزين نضع بصمتنا في اي حته بتاعت حوجه. الحاجه الثانيه اللي لاحظنا له كشباب، نحن طبعا يعني ما جمعيه متخصصه، ما يعني اذا اتجهنا في اتجاه واحد احتمال ما نلقى دعم من جهات ثانيه. بالاضافه لانه الشاب السوداني باختصار كده نحن كشباب، الزول لما يكون متجه اتجاه واحد او شغال في مشروع بيحصل رتابه، بيحصل ملل. يعني انا هسه مثلا اذا كنت شغال بس رتابه في عمل طوعي ما بتحصل، يعني ما انت مالك اصلا شغال في الحاجه دي بصوره مستمره، لكن لما انت تنوع له اصلا نحن كده محتاجين للتنوع. انا هسه زي انت زبط، لكن ما ترفيه، التنوع ده بيجي في الترفيه. نعم. لكن ده عمل طوعي، انت طالع لحاجه جزء فيها قضيه معينه، قضيه معينه بالتاكيد ما بتحس، ما بتحصل الرتابه، ما بيحصل الملل بالنسبه لك. اوكي احنا الكلام ده ماما انا ما جبته من راسي، انا جبته من الواقع بتاعي، شفته بعيني، يعني من الشباب، من كميه بتاعت منظمات. يعني في ناس شغالين مثلا في جانب الايتام فقط، شغلهم مثلا كفاله كويس، يعني مرات حصلت لهم رتابه، حصلت لهم رتابه، مرات يكون في مشروعات ما يجي يشوف انه حاجه عاديه، قال لي انا حاجيب ورق واسلم قروش واكيد الجوطه دي، او انا اطلع شنو دراسه بتاعت حاله امشي منطقه معينه اشوف الاسر بتاعت. اذا ده جواه في صميم قلبه ما شغال عشان العمل الطوعي، لا اكيد ده في صميم قلبه شغال عشان حاجه ثانيه، لكن الزول اللي بيكون الغيريه عنده كبيرة. ما بيشعر بالرتابه باي حال من الاحوال، وشفناها في ناس كثيرين سنوات طويله جدا ما كان في ناس عارفين حتى اسمائهم شغالين في مجال العمل الطوعي، ويمكن دي مسألة بتاعت وجهة نظر ممكن تكون مختلفة. انتوا عندكم من ضمن مشاريعكم مشروع دورة علوم الحاسوب المجانية، أيوة صحيح. طيب مشروع تدريب الشباب الخريجين في مجال علوم الحاسوب، الحاجة دي نبعت من نظرتنا للمجتمع، من نظرتنا للواقع بتاعنا اللي عايشينه نحن بالتحديد كشباب أو كخريجين أو كطلبة أو كشباب بصورة عامة. لقينا إنه شنو؟ لقينا انه اي شاب سوداني او اي خريج كويس، حتى الناس في الفاقد التربوي عندنا مشكله في التعامل مع الحاسوب. الطالب ممكن يتخرج من الجامعه دكتور، لكن بتلقى عنده مشكله في التعامل مع شنو؟
مع الحاسوب، يتخرج محاسب عنده مشكلة مع الحاسوب، طالب الثاني عنده مشكلة مع الحاسوب، الشاب الفقد تربع وقف جرايد وتلقى عنده مشكلة في الحاسوب. ونحن العالم برا اتطور جدا جدا، الحياة كلها بقت ماشية شنو بالإنترنت بالحاسوب بالكمبيوتر، فلقينا إنه نحن متأخرين شوية في الجانب بتاعنا التكنولوجيا بالتحديد. يعني أنا كما بعرف استخدم الحاسوب ما حقدر أخش النت، ما حقدر أعرف أي حاجة. فلقينا إنه دي مشكلة بجد موجودة في الشعب السوداني بالتحديد كده، في الشباب في الخريجين في الناس اللي هم أصلاً مفروض شنو يغيروا في المجتمع. فجاءت فكرتنا إنه نحن نعمل دورات تدريبية في مجال علوم الحاسوب، والدورات دي عشان تنجح. في ناس بيقول لك خلوهم مخفضة، لا نحن عملناها مجانية مرة واحدة لأنه في ناس كمية نفسها إنها هي شنو تتدرب ونفسها إنها تتطور، لكن بيجي فعلا شنو الجانب المادي إنه ما عنده قروش عشان يقدر يمشي يعمل صحيح. الدورات. إحنا عندنا فيديو خلينا نشوفه مع المشاهدين مع بعض، نشوف الفيديو عن الدورة التدريبية دي. جدا. محمد صلى الله عليه وسلم. أنا محمد موسى إسماعيل، خريج جامعة النيلين كلية التجارة قسم التأمين 2017. في الحقيقة الواحد سعيد كل السعادة إنه بدخل دورة الحاسوب، وفي بداية الأمر كان لقيت بوستي على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف السوشيال ميديا فيسبوك والواتساب، فوالي قمت اتصلت على الرقم الموضع الإعلان، فرد لي مستر آدم بكل صدر واسع ورحب ووصف لي الموقع. جيتهم طوالي في نفس اليوم، جيت المركز وفي الحقيقة تفاجأت بالجمعية. أنا افتكرها كان يعني كعمل طوعي قايمين بيه الشباب، لكن لقيتها جمعية قايمة بذاتها عندها قاعدة تستند عليها وكثير من المناشط والبرامج اللي بيقدمها. حتى الواحد ذاته لما جاء المركز نسي انه عايز يقدم للدورة التدريبية والله العظيم، فاستقبلوني بكل صدر واسع ورحب وسجلت في الدورة التدريبية. وبعد ذلك خط تعريف تام على الجمعية وشدوني ذاته للعمل الطوعي، وحتى الواحد زي ما يقوله عنده الرغبة انه ينضم للجمعية ويكون مبادر ويقدم للمجتمع بتاعه اللي هو بيتعايش فيه. فالحمد لله رب العالمين، جينا نزلنا أول الأسبوع في الدورة التدريبية والواحد كان ما يدري ولا شيء عن الحاسوب ولا عن أساسيات الحاسوب. كان بنعرف بزية فارة ودي شاشة وظهر ديسكي، لكن تدريجيا بصحبة الأستاذ مكاشفي ما قصر معانا والله العظيم. الواحد بقى يتعلم، بقى يقدر يكتب كيف، بقى يغير الشاشة كيف، الديسكتوب كيف، فزود كثير جدا من المهارات اللي قدر يكتسبها معه خلال الدورة. والله نعم الحاسوب درسناه في المرحلة الجامعية، لكن ما بالصورة المطلوبة، كان عبارة عن نظري فقط، ما في براكتس، ما في تطبيق، فده خصم علينا كبير جدا جدا. والمعضلة بتاعت الشباب السوداني أو الخريج بصورة عامة يكون ما عنده خلفية عن الحاسوب، والحاسوب زي ما تعرفين الآن أصبح اللغة بتاع المنهجة العصر. إذا ما بتعرف حاسوب سوق العمل زي ما يقولوا ما بيقبلك. أنا شاكر ومقدر لجمعية محبة وتواصل للمبادرة اللي قامت بها، وأتمنى التوفيق من الله عز وجل ويجعل في ميزان حسناته إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
شكرا للشباب في الفيديو بالتأكيد، وشكرا للشاب اللي اتكلم معه، ممكن يزعل كثير من ناس الجامعات، لأنه أفتكر علوم الحاسوب أصبحت تدرس منذ الأساس، يعني وبيكون لازم ضروري إنه يكون متوفر على الأقل معمل واحد يكون موجود في المدرسة حتى لو مدرسة حكومية. أنا لاحظت إنه في الدورة مكتوب 42 دارس، بالتأكيد دي معناها دورة كبيرة، 42 ما عدد قليل. شنو الدعم اللي لقيتوه ومن وين؟ لأنه كل أنا ملاحظة برضو كلهم قاعدين على أجهزة حاسوب، فالدعم اللي لقيتوه من وين؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في جانب بتاع تدريب علوم الحاسوب ده العام الرابع لنا في الكلام ده. في خلال الأربع أعوام اللي اشتغلنا ست دفعات، بس الدفعة المتخرجة دي آخر دفعة تخرجت الساحة علينا، امتحن يوم الخميس فات، قوامها كان 42. نحن في السنة غالبا بنحاول نشتغل شنو؟ دفعتين. الدفعة دائما بيتكون من 50 دارس. الخمسين دارس ديل بيقسموهم على جروبات، لأنه المعمل أو اللاب ما بقدر بسع عليه الكمية دي كلها، المفروض أي زول يقعد في جهاز حاسوب عشان يقدر يتعلم، أو كله نفرين عشان يساعدوا بعض في الشغل. طيب السنة الأولى والسنة الثانية نحن كنا عندنا شراكة مع منظمة الدعوة الإسلامية بعثة أم درمان، عندهم لاب في المنظمة بتاعتهم، فجينا فاكرنا معهم في الموضوع ده ورانا إنه عندنا دورة فلانية فلانية وعايزين نشتغلها وحابين إنها تكون فري على أساس إنه نساعد بو المجتمع، نساعد بو الناس الظروف ما بتسمح لها. فاستقبلونا استقبال طيب جدا جدا ورعونا لمده سنتين. بعدك السنه الثالثه كانت في مشكله بتاعت انه الاجهزه بدات شنو تستهلك، ومفروض يكون في مبلغ مالي للحاجه دي على اساس انه يواجهوا المشكله بتاعت الاعطال الفنيه. فوقفنا معاهم في السنه الثالثه، فلاحظنا انه كده حنضطر انه شنو ندفع الطلاب قروش، فقلنا لا يعني احنا الحاجه دي نواصل فيها بنفس النمط بتاعه. فاتجهنا للمراكز المتخصصه، الدفعة اللي لسه حاليا 42 نفر ديل شغالين في مركز ومركز المملكة العالمية للتدريب وتنمية القدرات في السوق العربي الخرطوم. فهم ذاتهم ما قصروا، لهم التحية من هنا، يعني إذا الطالب بيقرب 450 خفضوا لنا النسبة ل 50%. نحن شاكرين لهم شديد جدا جدا من هذا المنطلق، فهم اللي قدموا لنا الدعم الكبير جدا جدا، خفضوا لنا النسبة بتاعت الطالب من 100% إلى 50%. فديل الجهات اللي دعمونا في الجانب، منظمة الدعوة الإسلامية ومركز المملكة العالمية للتدريب، بنشتغل في اللابات بتاعتهم. إحنا ذاتنا شاكرين لك كثير أستاذ آدم سليمان آدم، رئيس جمعية محبة وتواصل الخيرية، على جيتك وعلى الإضاءات اللي قدمتها. ونتمنى حقيقي إنه الشباب السوداني يحدث التغيير بكافة الأشكال، وإحنا بلدنا لسه محتاجة كثير. وممكن صحيح في ناس بيعملوا مغالطات في انه العمل الطوعي قلل العبء على الوزارات المفروض تقوم بالعمل ده بشكل مباشر، لكن يها يد على يد بتجدع بعيد. اكيد شكرا لك كثير، نتمنى لكم التوفيق. تسلم يا رب، وشاكر جدا جدا قنوات سوداني 24، وان شاء الله نلتقي مره ثانيه وفي رحاب اعمال خيريه ثانيه، وتسلموا كثير ان شاء الله يا رب.